بابا وجوج يحبان وصول البريد. لدينا رسالتان. هذه لدادي بيج. هذا مثير. عزيزي دادي بيج، أرجوك ادفع فاتورة التليفون. أوه. وما هي الفاتورة؟ إنها تبدو كشيء ممل. الفواتير مملة جدا. أمي، هل الرسالة الأخرى لك؟ لا، هذه الرسالة لبيبا وجورج. رائع، رسالة لجورج ولي. فلتأتي إلى حفل عيد ميلادي زوي صديقتكما. زوي قامت بدعوة بيبا وجورج لحفل عيد ميلادها. أجل. عليك كتابة رد لزوي كي تخبريها أنك ذاهبة لعيد ميلادها. أتساعديننا بالكتابة يا أمي؟ بالطبع. بيبا وجورج يكتبان رداً لزوي. ماذا تريدان أن أكتب؟ عزيزتي زوي. عزيزتي زوي. لا أعلم ماذا أقول. ماذا عن؟ نتشوق للقدوم لحفلك. أطيب التمنيات بيبا وجورج. ما لون الغلاف الذي نستخدمه؟ الأحمر. إلى الآنسة زوي. وأخيراً الطابع. الرسالة جاهزة الآن. هذا صندوق البريد. ها هم داني، سوزي، بيدرو، ريبيكا والفيلة آميلي. الكل سيرسل رسائل. ها هي بابا مع رسالتها. انتهيت. هل صعد الجميع؟ أجل أيها القبطان. هيا لنبحر. نراكم لاحقاً. نراكم لاحقاً. بيبا وكل أصدقائها يرتدون سترات النجاة. جورج، يمكنك ارتداء قبعة القرصان. اليوم سنبحر إلى جزيرة القرصان. لو كنا محظوظين قد نجد كنزاً مدفوناً. يبدو أن جزيرة القرصان مكان رائع. ها هي الأرض. لقد وصلنا جزيرة القرصان. مرحبا. ما هذا؟ إنه كاشف للمعادن. إنه يجد الكنز المدفون. جرانبا بيج يستخدم كاشف المعادن ليبحث عن الكنز المدفون. أها! لقد وجد كاشف المعادن شيئاً. هيا نقم بالحفر. إنها عملة صغيرة. كنز! مرحبا! هيا لنجد المزيد. أها! لقد وجدنا شيئاً آخر يبدو كبيراً. غير معقول، هذه القطعة من الكنز ثقيلة بعض الشيء. يا إلهي، هذا ليس كنزاً مدفوناً، هذه عربة تسوق قديمة. لنكتفي من البحث عن الكنز. من يساعد في بناء قلعة رملية كبيرة؟ أنا. إنها فكرة جيدة جراني بيج. سأذهب لتفقد القارب. جراني بيج ستساعد الأطفال في بناء قلعة رملية كبيرة. بيبا وعائلتها وصلوا منزل كلوي. مرحبا. أهلا بالجميع. مرحبا بيبا وجورج. هذه كلوي ابنة عمي بيبا وجورج. لكن أين ابن عمنا الجديد؟ ها هو ابن عمكم الرضيع؟ أوه. ابن العم الجديد هو رضيع صغير. أوه، إنه طفل جميل. أهي فتاة رضيعة؟ لا، إنه صبي. أوه، تمنيت لو كانت فتاة. أنا أيضاً. جورج سعيد لأن الرضيع صبي. ديناصور. الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات. جورج، الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك، بل يريد اللعب معي أنا. بيبا، إنه صغير جداً على اللعب بالكرة. لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة، ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا. أنتي بيج، هل يمكنني حمل الطفل؟ أجل، إن توخيت الحذر يمكنك حمل ألكساندر. ألكساندر؟ هذا اسمه.
الطفل ألكساندر. يا له من اسم كبير على طفل صغير. إنه لطيف بالرغم من أنه صبي. أوه، ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاضة ألكساندر. هذا مقرف. بابا، عندما كنت طفلة ارتديت الحفاضات. أنا لم أفعل. أمي، ألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل. دادي بيج يقرأ جريدته. يمكنكما أخذ الجريدة عندما أنتهي من قراءتها. حسناً. فرحة. الآن يمكننا البدء بالرسم. جورج المضحك، الأطفال الكبار لا يضعون أيديهم في الطلاء. جورج يحب الرسم بيديه. بابا تحب الرسم بيديها. جميل جداً. أيمكنني الحصول على بطاطس؟ لم أطبخها بعد يا دادي بيج. هل أنت جائع يا دادي بيج؟ أنا لا أريد أكلها. شاهدوا هذا. ماذا يفعل دادي بيج؟ أوه. الآن من يمكنه إخباري ما هذا؟ إنها وردة. أبي الماهر. كنت أحب الرسم عندما كنت طفلا. الآن أين هي أشياء الرسم القديمة؟ أبي، لما ترتدي هذه القبعة المضحكة؟ هذه قلنسوة تساعدني في التركيز على الرسم. الآن ماذا علي أن أرسم؟ خيار صائب يا جورج. سأرسم شجرة الكرز القديمة. ما هذا؟ إنه مسند يا بيبا، يحمل قماش لوحاتي. وما قماش اللوحات؟ إنه مثل الورق يا بيبا، لكنه خاص برسوماتي. هذا معجون وأسنان؟ لا يا بيبا، إنه طلاء خاص بالفنانين الكبار. واو، قطار لعبة صغير. هذه ليست لعبة، هذه جيرترود. إنها نموذج مصغر للقطار. ألا يحتاج لسكة حديدية للسير؟ أوه لا، وضعت بها عجلات سيارة كي تذهب لأي مكان تريده. جدي، أيمكننا ركوب جيرترود؟ اصعدا. سنسير بأقصى سرعة. إلى اللقاء يا جدتي. أراكم لاحقا. بيبا وجورج يحبان قطار الجد الصغير. قطار الجد يسير تشو 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 تشو. قطار الجد يسير تشو تشو طوال اليوم، والصغار على القطار هب 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 هب، والصغار على القطار طوال اليوم. ها هو الكلب الجد ومعه الكلب داني. مرحبا. أهلا داني. أرى أنكم تلعبون لعبة القطارات. لعبة؟ جيرترود ليست لعبة. كيف حال شاحنتك الصغيرة؟ شاحنتي الصغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل. جدي، أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني، إن كنت تحب اللعب بالقطار. شكرا يا جدي. أراك لاحقا. الأنسة أرنبة تقود الحافلة. وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار. مرحبا جميعا. أهلا بيبا. إن الملعب قريب. حسنا، لنذهب سيرا. هيا من هنا. ذاهبون للملعب، ذاهبون للملعب. أوه، إلى أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، إنه مجرد غيم. ما هو الغيم؟ الغيم هو سحاب على الأرض
بدلاً من السماء. أوه. إنه غيم كثيف. أنا لا أرى أي شيء. ربما علينا العودة للمنزل. أجل، سوف نذهب للملعب يوماً آخر. أوه. إن الجو ضبابي جداً للذهاب إلى الملعب، لذا عليهما العودة للمنزل. الآن، أين هو طريق المنزل؟ هل تهنى دادي بيج؟ لا تقلقي، أعلم تماماً أين نحن. من هنا. من وضع هذه الشجرة؟ دادي بيج ارتطم بشجرة. هل أنت بخير دادي بيج؟ أجل، أنا بخير. من هنا. دادي بيج، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. لا أعتقد أننا سوف نجد منزلنا مجدداً. واثق أننا سنفعل يا بيبا، نحن في حديقتنا. أوه، إنهم البط. مرحباً سيدة بطة، هل أنت تائهة عن بركتك؟ نحن تائهون أيضاً. نحن لسنا تائهين، أعلم تماماً أين نحن. أراكم لاحقاً يا بط، حظاً سعيداً في إيجاد بركتكم. لقد وجدت. انزلق بيدرو وفقد نظارته. أين نظارتي؟ بدون نظارة بيدرو لا يرى. جورج وجد نظارة بيدرو. جورج المضحك، تفضل. أشكرك. بيدرو، لم ترتدي هذه النظارة؟ أنا أحتاجها كما قال أخصائي العيون. من هو أخصائي العيون؟ إن أبي أخصائي عيون، يفحصك ليرى إن كنت ترى بوضوح. كيف؟ هل يرى ما بداخل رأسك؟ يقوم بفحص العيون. أتريدين أن أفحص عينيك؟ أجل، فلتفحص عيني. حسناً. مثير للاهتمام. أغلقي عيناً وقولي لي ماذا ترين. أنا أرى جورج. الآن أغلقي عينيك. الآن أنا لا أرى أي شيء. لا ترين أي شيء. أمر مثير للاهتمام. أنت تحتاجين لنظارة. أوه، حقاً؟ نعم. بيدرو، وقت الرحيل. إلى اللقاء يا بيدرو. ناي. إلى اللقاء. أمي، أحتاج لنظارة. ماذا؟ بيدرو قام بفحص عيني وأنا أحتاج نظارة. عيناك سليمتان يا بيبا. لا يا أمي، عندما أغلق عيني لا أرى أي شيء تماماً. أهلاً بيبا. أهلاً يا سوزي. هذا صديقي الجديد، الأسد ليو. أين هو؟ لا يوجد أحد. اختلقت سوزي صديقاً خيالياً. ألا يمكنك رؤيته يا بيبا؟ هيا لنلعب بالكرة. حسناً، دورك يا ليو. تلقي بيبا الكرة لصديق سوزي الخيالي. ليو لا يمكنه مسك الكرة. بل يمكنه، إنه فقط لا يحب اللعب بالكرة. ماذا يحب أن يلعب ليو؟ إن ليو يحب الزئير. وهل سوف يزأر الآن؟ أجل. رار. ألم يكن هذا أنت؟ لا، كان هذا ليو. أهلاً يا ليو. بيبا تتظاهر أنها ترى الأسد ليو. ليو، أيمكنك أن تصبح صديقي أيضاً؟ ماذا قال لك يا سوزي؟ إنه يومئ برأسه. هذا يعني أجل. بيبا، سوزي، أتودان الحصول على كعكة الفواكه؟ لدى مامي بيج قطعتان من كعكة الفواكه لبيبا وسوزي. أمي، سوزي لديها صديق خيالي يدعى الأسد ليو. حسناً، وهل يحب كعكة الفواكه؟ ليو يحب كعكة الفواكه. لا تكوني سخيفة يا بيبا، إن هذا لم يكن ليو، كان هذا أنت. ليو يفضل كعكة الشوكولاتة. ليس لدي بالشوكولاتة، أيتناول ليو بالفواكه؟
سوف يجرب قطعة صغيرة. مامي بيغ تعطي قطعة لصديق سوزي الخيالي. لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. بالتأكيد. مرآب الكلب الجدي يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكراً. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك. ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفد وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا؟ هل قررتِ؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن
جورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. أهلاً ريبيكا. مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جداً، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جداً في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيح يا ريبيكا؟ أجل. أوه، ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. أوه، يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. يبدو أن أحدهم استيقظ مبكراً. عيد ميلاد سعيد يا جورج. لقد أيقظني جورج. أنت أيقظت الجميع يوم مولدك يا بيبا. كان هذا مختلفاً، كان هذا عيد مولدي. واليوم هو عيد ميلاد جورج. عيد ميلاد سعيد يا جورج. ها هي هديتك يا جورج. كنت أعلم أنها ستكون شيئاً متعلقاً بالديناصورات. اضغط على بطني. هذا مخيف. جورج، لقد صنعت لك بطاقة معايدة. أيمكن أن تخمن ما هي الصورة؟ جورج لا يمكنه. أنا كنت سوف أرسم لك وردة. جورج لا يحب الورود. لكن في النهاية رسمت لك ديناصور. هذه رسمة جميلة يا بيبا. أجل، أنا بارعة جدا في الرسم. الآن سوف نذهب لمكان مميز كي نحتفل بميلاد جورج. أجل، هيا بنا. إلى أين سنذهب؟ سترون. العائلة ستذهب للاحتفال بعيد ميلاد جورج. هل سنذهب إلى السيرك؟ لا، سنذهب إلى مكان رائع. هل هي السينما؟ لا، مكان أفضل. أنا لا يمكنني التخمين. إلى أين هم ذاهبون؟ لقد وصلنا. وصلت العائلة إلى المتحف. لما نحن في المتحف يا أبي؟ تعالوا وسترون كيف سيكون الاحتفال بج... شكراً يا جدي. ما هذا؟ انظر، هناك وحش فظيع علي. وحش. هذا ليس وحشاً، إنه مجرد حلزون. إلى أين ذهب؟ إنه يختبئ في صدفته. هذا هو مكان عيشه؟ أجل، إنه منزله. انظر، إنه يخرج ثانية. أهلاً سيد حلزون. يا جدي، هل سيد حلزون لديه سرير في منزله؟ لا 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 يا بيبا. لو كنت حلزوناً سأمتلك سريراً وأيضاً طاولة وكرسياً وثلاجة وتلفازاً كبيراً. جدي، ماذا تأكل الحلازين؟ حسناً، إنها في الغالب تأكل خضرواتي. أوقف هذا أيها الحلزون الشقي. جدي، أنا وجورج سنلعب كالحلزين. يمكن للسلال أن تصبح أصدافكما. الآن تبدوان مثل الحلزون الشقي. وأنا سوف أقوم بأكل كل خص جراندبا بيج وأنهيه. ابتعد عن خصي العزيز أيها الحلزونان الشقيان. وعندما يصيح بي جراندبا بيج سأختبئ في منزلي. Ha 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 ha!
أجل؟ مرحباً، هذا أنا دادي بيج. مرحباً دادي بيج. أضغط على الزر أيضاً؟ بالطبع يا بيبا. أجل؟ هذه أنا. أهلاً أنا، هيا. مكتبي في الطابق العلوي، علينا أن نصعد بالمصعد. أيمكنني الضغط على الزر؟ أظن أنه دور جورج. اضغط على الزر الأعلى يا جورج. سيأخذ المصعد بيبا وجورج ودادي بيج لطابق عال جدا. واو! الطابق العلوي، ستفتح الأبواب. هذا هو مكتب دادي بيج. مرحبا جميعا. مرحبا دادي بيج. مرحبا بيج. سيد أرنب وسيدة قطة يعملان مع دادي بيج. لقد أحضرت زائرين مميزين معي اليوم، بيبا وجورج. لقد تشرفت. هيا لنبدأ الجولة. سيد أرنب، أيمكننا البدء بمكتبك؟ بالتأكيد يمكننا. وظيفتي تتعلق بالأرقام، أحصل على أوراق مهمة جداً، ثم أخذ طابع الختم وأقوم بختم الأوراق. واو! وظيفة سيد أرنب رائعة جداً. هل أختم بعض الأوراق؟ بالتأكيد سأجد لك بعض الأوراق. لقد وجدت البعض. ربما سنستخدم أوراقاً أخرى، تفضلي. تحب بيبا استخدام الختم. أحب القيام بوظيفة سيد أرنب. لنكمل الجولة. التالي يا جورج لا يحب ارتداء قبعة المطر. جورج، عليك ارتداء قبعتك. لماذا؟ لأنه عليك أن تظل جافاً. لماذا؟ كي لا تصاب بالبرد. لماذا؟ جورج، أتريد اللعب في الحديقة؟ إذاً لا تخلع قبعتك. هيا يا جورج. بيبا وجورج سيقفزان في برك الطين. يا جورج لا يريد ارتداء قبعة المطر. بيبا! جورج! عودا للداخل! إن المطر كثيف جداً، لا يمكن اللعب. أوه يا جورج، أين قبعتك؟ أتشو! أصيب جورج بالبرد. أتشو! أوه جورج المسكين، لا تبدو على ما يرام. لا تقلق، سأهاتف دكتور براون الدب. دكتور براون الدب يتحدث. حسناً، ضع جورج بالفراش وسوف آتي على الفور. أشكرك يا دكتور براون الدب، إلى اللقاء. هل سيذهب جورج إلى المستشفى ويأخذ أدوية علاجية؟ لا، جورج عليه الذهاب إلى الفراش. أوه، إذن جورج ليس بالفعل مريضاً حقاً. أتشو! إن هذا مقرف جداً. أوه جورج المسكين، هيا إلى الفراش. جورج، امكث في الفراش لبعض الوقت. لا، جورج لا يريد أن يبقى في الفراش. أتشو! جورج، إلزم الفراش حتى تشعر بتحسن. لماذا؟ لأنه عليك البقاء دافئاً. لماذا؟ الزرقاء فازت بسيارة لعبة. أحسنت يا داني. أيمكنني الحصول على تذكرة؟ شكراً بيبا، ما الذي تريدينه؟ رحلة المنطاد. أليس من الأفضل أن تفوزي بكعكة الشوكولاتة المنزلية؟ دادي بيج يحب كعكة الشوكولاتة المنزلية. الحمراء فازت برحلة المنطاد. مرحبا! ليصعد الجميع، هيا! كم عدد الركاب؟ أربعة. وأيضاً تيدي. ديناصور. أوه، وتيدي والديناصور، نحن ستة. اصعدوا. أسرع يا دادي بيج، اصعد. أسرع يا أبي. لنربط الدعامة، سننطلق بأقصى سرعة. مذهل جداً آنسة أرنبة، لابد أنك قبطانة ماهرة. ليس حقاً، هذه أول مرة أقود فيها منطاداً. أوه. تمسكوا. الآنسة أرنبة تسخن الهواء في المنطاد لتصعد للسماء. إلى اللقاء! إلى اللقاء!
أتريدون قراءة الخريطة؟ سأفعل. أمتأكد يا دادي بيك؟ أنا جيد جداً في قراءة الخرائط. هذه الخريطة صعبة قليلاً. هل نرتفع أكثر؟ أجل أرجوك، أعلى أعلى. المنطاد يرتفع أكثر في السماء. أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، نحن نطير بداخل سحابة. واو، السماء عادت مجدداً. مرحبا. منطاد كبير، منطاد كبير.